اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، اليوم راح نتكلم عن مباراتنا مع منتخب كوريا وكيف قلبها الثعلب ادفوكات. طبعا ادفوكات مثل ما تعرفون دخل في هذه التشكيله اللي تلعب 4-2-3-1 او بالاحرى 4-5-1. يتكون خط الدفاع من قلبي الدفاع من احمد ابراهيم وعلي فايز، وعلى الاجنحه كان شيركو وعلي عدنان. طبعا دخل المنتخب العراقي بكل ثقه، وبالبداية عملية التمشي في الملعب، وكان هذا الشيء أيضا إلى تأثير إيجابي للاعبين للانطباع. أيضا هم أخذوا وحدة تدريبية قبل يوم في ملعب المباراة، وابتدى اللقاء من خلال الالتزام الخططي للمنتخب العراقي في مناطقه الخلفية، بينما حاول المنتخب أو الشمشون الكوري من استغلال أطراف الملعب والدخول. نلاحظ أسود الرافدين كانوا بالفعل أسود وأبطال في معظم 90 دقيقة، معظم فترات اللقاء. وأيضا مدرب منتخبنا أدفوكات عرف كيف يضع تشكيلة متناغمة. يعني أول شيء فاجأ به المتابعين والمختصين كان هو وجود شيركو كريم على في مركز الظهير الأيمن، إضافة إلى المعماري كان في وسط الملعب لاعب محوري اللي يتألق بصراحة، وهاي إلى أول مباراة مع المنتخب الوطني. إذا لاحظ من خلال الصور الموجودة، أسود الرافدين كانوا على الميعاد، وكان الكل بهمة واندفاع وحماسة كبيرة. اللاعب توتنهام اللي هو سون بصراحة كان غائب في معظم أوقات المباراة، والسبب إلى ذلك بصراحة هو الكماشة الدفاعية أو السيستم الخاص اللي لعب به أدفوكات وطبقه في هذه المباراة. طبعا كل المتابعين كانوا يعيبون سبب او المباريات الودية اللي قام بها أدفوكات مع فرق ضعيفة بالمستوى نوعا ما، لكن أدفوكات عرف انه هذه الفرق الضعيفة من الممكن ان يطبق بها اسلوب الخاص، الاسلوب الهجومي والدفاعي اللي ممكن يستفاد من عده. وبالتالي اذا نشوف احنا مباراتنا الاخيرة هي انتهت الودية، انتهت بنتيجة 0-0، وهذا ينطينا انطباع انه أدفوكات كان يحضر من المباراة الاخيرة الى هذه المباراة، خصوصا بالاسلوب الدفاعي وكيفية التحولات واللاعبين اللي يتم التعامل معاهم وكيفية التعامل على فترات المباراة. هذه النتيجة ايجابية جدا على المستوى النفسي لأعضاء الفريق واللاعبين خصوصا، واللي تسهم في تحضير لمباراة إيران.